أخبار اليوم. وسياح ومسار العيال المقدسة حاجة إحنا مصر حظينا بيها يعني كهبة من ربنا، فإحنا لابد أن إحنا نهتم بهذا المسار ونخلي المسار دوت على أرقى مستوى، بحيث إن هو مش يزوره مليون ولا اتنين، يزوره 10 مليون، وده جزء من تنويع المصادر السياحية في مصر، ولابد من الاهتمام به لأنه هيخلق فرص عمل وهينوع المقصد السياحي وهيحسن الصورة الذهنية والعديد والعديد والعديد، وده حاجة مهمة جدا 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 في تنويع مصادر. زار قداسة البابا وأنا كنت معاه، وزرنا قداسة البابا توادرس، وكانت زيارة الحقيقة مليئة بالود والمحبة والتسامح، وكان انطباعها جميل جدا جدا لكل من كان موجود في هذه الزيارة. وندعو ربنا ان شاء الله ان ربنا وفقنا لخدمة السياحة المصرية، وان السياحة قاطرة التنمية، وان شاء الله مصر تبقى كل يوم احسن من نعمل جميعا على قلب رجل واحد، و ندعم حركة السياحة حتى تكون قاطرة التنمية بالفعل. وبنقول للناس كلها ان مصر بلد آمنة، ومصر مقصد السياحة الاول في العالم، ولابد ان احنا نرسل رسالة للعالم نقول لهم اهلا وسهلا في بلدكم مصر.